السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دكتورة نهلة زغلول ماجستير طب أسرة القصر العيني بعمل فاميلي ميديسين كورس الأطباء الأسرة والأطباء العموم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ال Diagnostic Criteria of Depression According to Diagnostic and Statistical Manual 5 هي بتجمعها Mnemonic سبيس uh, Space Dix uh, S for Sleep Insomnia or Hypersomnia P for psychomotor changes agitation or retardation يعني العين يبقى يا إما aggressive يا إما يبقى آه هادي كده زيادة عن اللزوم لو ملوش أي reaction psychomotor retardation ملوش أي reaction تمام A for appetite decrease appetite C for concentration decrease concentration E for energy decrease energy اللي هو patient complain ساعتها بيبقى fatigue اي 4 الدي 4 ديبريشن مود الاي for انترست uh, uh, اللي هي لوس اوف انترست ان برينج بليجر اللي هي مالوش نفس يعمل الحاجات اللي كانت قبل كده بيعملها وبتجلب ليه السعاده جي uh, 4 guilt اللي هو فيلينج اوف worthless او اكسسيف guilt يعني العيان بيحس ان مالوش لازمه او مالوش قيمه او يا اما بيعتب على نفسه في حاجات هو ملوش يد فيها اللي هي اكسسيف جيلت سويسايد اس فور سويسايداليتي ايديشن اور اتمبت اور ريكارنت ثوتس اوف يا اما العيان ده بيفكر في الانتحار يا اما uh, حاول الانتحار يا اما بيفكر كتير في الموت according to diagnostic and statistical manual 5 in order to diagnose major depressive disorder 5 or more of the of these criteria must be present. These are nine criteria. Five of them must be present for at least two weeks or more. And at least one of them must be depressed mood or loss of interest or anhedonia. يعني خمسة من التسعة دول لازم يبقوا موجودين لمدة أسبوعين أو أكتر وعلى الأقل واحد في في الخمسة دول لازم يبقى يا إما depressed mood يا اما لوس اوف انترست اللي بنسميه برده انهي دنيا اخر اربع حروف في سبيس ديكس نيمونيك هي المور سبيسيفيك فور ديبريشن اللي هي ديبرست مود لوس اوف انترست جيلت سويسايداليتي دول اهم آآ 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 اهم كرايتيريا بيفرقوا الدبريشن عن اذر سوماتيك او فيزيكال أوردر تمام هما المور سبيسيفيك فور ديبريشن لان الدبريشن بيبرزنت باي سوماتيك سيمتومز ممكن تبقى مس داياجنوست بس الديبريسد مود والانترست والجلت والسويسايداليتي دول ار مور سبيسيفيك فور ديبريشن ديبريشن وذ اتيبيكال فيتشرز ايه هي الاتيبيكال فيتشرز اوف ديبريشن الهايبرفاجيا المفروض العيان ده عنده انوركسيا بياكل قليل هايبرفاجيا از اتيبيكال فيتشر هايبر سومنولنس العيان ده المفروض ان هو عنده انسومنيا ما بينامش هايبر سومنيا از اتيبيكال فيتشر فور ديبريشن leading paralysis, severe fatigue creating a sensation of extreme heaviness of arm or legs. يعني العين ده بيجي يقول لك ان ايديا تقيله رجلي تقيله بياخدك ناحيه قصه الاستروك والنيورولوجيكال مانيفستيشنز ده بنسميه ليدن باراليسيس مود ري اكتيفيتي اللي هو تمبرري مود امبروفمنت ان ريسبونس تو بوزيتيف ايفنت ايفنت يعني العيان ده ممكن مزاجه يتحسن في مواقف معينه مش يبقى ديبرست على طول ده برضو اتيبيكال فيتشر يبقى هايبرفيجيا هايبر ليدين امباراليسيس مود رياكتيفيتي الدبريشن سكريننج اليونايتد ستيت بريفنتيف سيرفيس تاسك آه فورس ريكومند دبريشن سكريننج عشان يا اما نعمل ريفيرال للعيان او يا اما نعالجه او يا اما و وكمان لو هو راح عملنا له ريفيرال وتعالج ممكن احنا نعمل له ايه فولو اب تمام آآ 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 السؤالين ال ال التكنيك اللي هو ال او الكويشنير <balcony> اللي بيتعمل فور ديبريشن سكرينينج البي اتش كيو 2 هما سؤالين بنسالهم اوفر ذا باست تو ويكس هاف يو اوفن فيلت داون بلو اور ان دامس يعني بتحس ان مزاجك قليل او مكتئب او في مأزق over the past two weeks have you lost interest in most activities or things that used to bring you pleasure احنا بنسال عن ايه عن الديبريست مود وعن الانترست اللي هي حرف الدي وحرف الاي في اخر اربع حروف في السبيس دكس ا بوستيف انسر تو ايذر وذوذ تو كويشنز يعني هنعمل ايه هنبروسيد تو بي اتش كيو 9 اللي هو الناين اسئله او هنسال عن الناين سيمتومز اللي احنا قلناهم في الاول اللي هي البيس ديكس لو خمسه منهم بوزيتيف يبقى العيان ده ديبريست لو الـ لو الـ لو السؤالين نيجاتيف يبقى العيان ده مش ديبريست لكن لو واحد منهم بوزيتيف يبقى لازم نبروسييد في اتش كيو 9 عشان نشخص ان العيان ده ديبريست او لا. ال Epidemiology and the Natural History of Depression Lifetime Prevalence is 16% يعني كل 100 بيحصل لهم دبري... كل 100 منهم بيحصل لهم ديبريشن في الحياه بتاعتهم 7% of adult population has major depressive disorder each year female to male ratio 2 to 1 risk of depression are similar among all age group but elderly men has higher risk of suicide than elderly women يعني ال, 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 كل age group has the same risk of depression female to male ratio 2 ل 1 لكن لما نيجي للage uh, كل ages has the same ratio of depression بس elderly men are, more, are, are at risk of suicide more than elderly women 60% of patients with major depressive disorder have an anxiety disorder Prevalence of depression in primary care patients is 5-15% Low diagnosis as it presents with a variety of somatic symptoms ليه بس 15% ده Prevalence of depression in primary care لأنه هو misdiagnosed with other uh, somatic symptoms أو with other organic uh, diagnoses present by the same somatic symptoms 80% of the breast patients seek mental health care from primary care physician يعني 80% اغلب العيانين اللي بيسيك المينتال هيلث كير دول اغلبهم مبعوثين من البرايمري كير فيزيشن عشان كده دي اهميه السكريننج واهميه انك تـ تـ تسمع كويس للعيان اللي هو اللي تلقطه كده ديبريست او تلقطه كده يعني ممكن يتشخص ان هو ديبريشن ممكن نحوله او ممكن تبدا معاه علاج على أساس السكرينينج أو على أساس الدياغنوزيس بتاعك 50% of the breast patients are clinically recognized by their primary care physicians يعني نص العيانين depressed be recognized by their primary care physicians only 50% of depressed patients receive adequate treatment إن 2015, United States Preventive Service Task Force recommended screening for depression and having adequate system of treat for treatment, follow-up, and or referral. ده عكس ال, ال 2009 recommendation اللي كانت بت 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 بتقول بس إن إحنا نسكين لو كان عندنا service للعيان ده. Provided that having adequate service for patient diagnosed with depression. دلوقتي لا الـ ال recommendation إن إحنا نسكين العيان دول يا اما نبعتهم يا اما عشان يعمل يا اما نعمل لهم تريتمنت يا اما لو بعتناهم وهتعمل لهم تريتمنت في الـ في الـ في, الـ في السكندري كير احنا نعمل لهم فولو اب البرايمري كير فيزيشن يعمل له فولو اب دي اخر ريكومنديشن للسكريننج اللي هي اكوردنج تو 2015 ايه هي الريسك فاكتورز فور ديبريشن ان البطاله بوفرتي بينج ان ماريد يا اما سنجل يا اما ودود يا اما divorced. lack of social support female gender substance use recent child birth or pregnancy medical comorbidities <applause> تمام لو العيان دي آه يا اما بريجننت يا اما بوست لو عندها لو العيان عنده other chronic illness تانية medical comorbidities برضو is a ريسك فاكتور فور ديبريشن طيب احنا لو جالنا العيان وعالجناه الريلابس اوف ديبريشن افتر فيرست ايبيسود ايه هي البرسنتج اوف ريلابس اوف ديبريشن افتر فيرست ايبيسود 50% اوف بيشنت ريلابس افتر فيرست ايبيسود 75% افتر سكند ايبيسود 90% افتر ثيرد ايبيسود يعني كل ما العيان يحصل عنده ريكارنت ايبيسود كل ما الريسك اوف ريلابس بيزيد 50% افتر فيرست 75% افتر سكند 90% افتر ثيرد ايبيسود treatment continued 6 to 12 months after remission to avoid relapse طب نأفوييد ريابس ده ازاي بان التريتمنت لازم تو بي كونتينيويد افتر ريميشن لمده سنه او 6 شهور لمده 6 شهور او سنه two third of relapses can be prevented by continued anti by continuing antidepressant medication indefinitely يعني بيقول لك لو انت العيان مشي ماشي على الانتي ديبريسنت على طول طول عمره احنا بنقلل كده الريلابس باي two-thirds طيب ايه هي ال indication of indefinite medical therapy in depressed patient امتى العيان بتاع الدبريشن ياخد علاج طول عمره if there is severe first episode significant suicide attempt يعني severe first episode with suicidality patient diagnosed with major depressive disorder with psychotic features وهنعرف ايه هي السايكوتيك فيتشرز بعدين لما نمشي في السايكوزيس بيشنت و 3 اور مور ابيسودز اوف ميجور ديبريسيف ديس اوردر السايكوتيك فيتشرز ممكن تبقى معاها هلوسينيشن مثلا ممكن تبقى معاها ضلالات وخيالات بيسمع اصوات بي بي بتهياله تهيؤات دي السايكوتيك فيتشرز لحد ما نجي لها بيشنت و 3 اور مور ابيسودز اوف ميجور ديبريسيف ديس اوردر elderly patient with their first episode اوف يعني امتى ياخد بعد الفيرست ابيسود لو في سيفير suicidality زي رقم واحد او لو الالدر patient with فيرست ابيسود ده معرض اكتر انه يحصل له ريكارنت ابيسودز يبقى لو الدر اللي حصل له فيرست او لو فيرست ابيسود suicidality ده بياخد انديفينيت تريتمنت و ال افتر 3 اور مور ابيسودز اوف ميجر أوردر وقلنا لو في سايكوتيك فيتشرز ولو البيشنت ده with سترونج strong family history of depression بياخد برضو indefinite treatment تمام طيب ازاي نعالجه العلاج بتاعنا دلوقتي احنا هناخد ادوية اخرى بس مش في الفيديو دوت بس the recommended treatment هو selective serotonin reuptake inhibitors البنفت بتاع selective serotonin reuptake inhibitors بتقبير after 3 تو 4 weeks although side effects may, appear, may occur upon initiation يعني العيان ده ممكن يعاني من السايد effect هنقولها بعد شوية اول ما يبدأ بس مش هيلاقي تحسن الا بعد 3-4 اسابيع Most authorities recommend trying an antidepressant for 6 weeks at an adequate dose before considering that medication a treatment failure يعني ما نحكمش على الميديكيشن ان هو treatment failure او مش جايب نتيجة مع العيان الا ما نجربه الاول 6 اسابيع If results not noticed after 2 weeks Increasing dose or giving it 4 to 6 weeks at current dose would both be valid options يعني طب لو جالك العيان دلوقتي وقالك أنا مش حاسس بأي تحسن عندك حلين يا اما ن continue at the same dose for 4 ل 6 weeks يا اما نزود الدوز نزود الدوز بتاع العيان بتاع الدواء بتاع العيان يا اما له على the same dose for 4 to 6 weeks shortest treatment duration is 4 to 6 months with most authorities recommending treatment for 6 to 12 months after remission to avoid relapse يعني اقل مده للعلاج هي 6 شهور وبنكمل كمان 6 شهور لسنه بعد الريميشن تو افويد relapse side effect include GIT and psychological and sexual problems دول اهم اهم سايد افكت السيلكتيف سيروتون ريبتيك ان هيبتور بيحصلوا شي اي تي زي النوزيا والسكشوال بروبلم بربل زي اللوس اوف ليبيدو زي اللوس اوف ليبيدو تمام آه بعد في بعض السايد افكت زي الهيدك الانسومنيا آه الاكاثيزيا اكاثيزيا ارج موف ذات يو كانت كنترول يعني العضلات بتتحرك كده آه انت مش قادر تسيطر عليها دي اسمها اكاثيزيا ديستونيك رياكشنز اللي هي انفولانتري كونتراكشن اوف ماسلز اوف فيس او لمب او ترانك ليستو اب نورمال موفمنت اور بوزيتشر برده دي uh, uh, involuntary movement زي dystonic reaction زيها زي, زي, زي الاكاتيسية اكاتيسية ارجي موف لكن dystonic reaction برضو contraction لعضله فهتعملك إيه? abnormal movement او abnormal posture تبص تلاقي نفسك تحركة او وضع انت مش مسيطر عليه selective serotonin reuptake inhibitors doesn't cause anticholinergic side effect as tricyclic antidepressants دي تاني نوع من انواع ال antidepressants احنا ما بنحبهاش عشان السايد الصي... افكت بتاعتها بتعمل ايه انتي كولينرجيك سايد افكت زي الدراي ماوس واليورينري ريتينشن لكن الباروكسيتين نوع من انواع السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انيبيتور هاز انتي كولينرجيك سايد افكت وممكن يعمل يورينري ريتينشن كده خلص الفيديو بتاعي النهارده بتمنى تكونوا استفدتوا بتمنى تشيروا الاستفاده وبتمنى تعملوا لي سبسكرايب للقناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته